عندنا شغل من بكرة خيط واحدة بس، بعدين هنعمل بيها حاجة تحفة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض جوانتي. الجوانتي هيكون بالغرزة الكلية وبالخيط الجميل ده، طبعا لون عجيب شوية ولكن هو كان تدبيسة، بس هنعمل منه حاجة حلوة. هستخدم خيط الهيمالايا افريداي، طبعا النوع اللي هو السوبر لوكس. 100% الخيط ده انتي بيلينج واكريليك، مش بيوبر. الخيط ده 100 جرام، 250 متر. رقم اللون هو 73418. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة هعملها هي بديل الغرزة العدلة التاني، ودي هتكون الاساور بتاعت الجوانتي، وزي ما انتم شايفين شكلها حلو كده وفي الوقت نفسه كده مميزة وحلوة. طيب هعملها بايه؟ هعملها بابرة رقم 5، اتمنى تكون واضحة. وتعالوا نبدأ. اول حاجة هعمل غرز البداية وهعمل 20 سلسلة. بعد ما عملت عدد من السلاسل هبتدي دلوقتي اروح على كل ظهر سلسلة كده اسحب بالشكل ده. طبعا مطلوب مننا ان احنا لما نيجي نشتغل حاجة زي كده ان احنا ما نشدش. ارتفع سلسلة، وبرضو شايفين هنا بدخل وبعمل منزلقة. طبعا الطرف الخارجي في كل مرة اهو شايفين. الغرزة طبعا بسيطة وانيقة وفعلا عاملة زي الاستيك اهي زي ما انتم شايفين. تعالوا بينا نشتغلها مع بعض. اول حاجة اي عدد من السلاسل، العدد اللي احنا هنعمله ده هينطبق على ايه؟ هينطبق على ارتفاع الزجزاج ده او الغرزة الاستيك دي اللي هو الطول ده. انت بتحبي الزجزاج بتاعك يكون صغير، يبقى انت هتعملي عدد سلاسل قليل. الزجزاج بتاعك بيكون مثلا اكتر من كده، يبقى انت هتعملي عدد سلاسل اكتر من كده. هعمل ايه؟ بدخل كده في ظهر السلسلة، مش بعمل غرز حشو ولا باخدها واسيبها على الابرة، لا بعمل على طول منزلقة. ورجاء خفي ايدك وانت شغالة، ما تشديش الغرز بالذات في الغرزة دي عشان ما تحسيش بانزعاج منها، لان هي وقت ما انت تشدي ايدك يبقى هي الغرز بتاعتك بالطبع هتكون مشدودة، ولما تكون مشدودة هيبقى في صعوبة ان انت تاخدي منها الاسفف اللي جاية، فده افضل بكتير. تسيبي ايدك كده ايه على راحتها، لا تشدي ولا ترخي بزيادة عشان الغرز بتاعتك تكون مظبوطة. اخر سلسلة، كل ده بمنزلقة زي ما انت شايفة، ادي اول صف. بعدين بارتفاع سلسلة وبرضو على الصف الجاي. الصف بقى اللي بعده بصي في طرفين بيبقوا للسلسلة دايما، تمام؟ انا بروح على الطرف الخارجي واخده وعمل منزلقة في كل مرة في الغرزة دي، هو ده هيكون الاسلوب. شايفة الغرزة دي؟ شوفي مفتوحة ازاي. تطنشيها؟ اكيد لأ. اروح لها تاني واظبط ايدي وارجع لها مرة تانية واكمل باقي الغرز بتاعتي. دي ببساطة بديل الغرزة العدلة التانية. بتصلح تكون لوحدها كده قطعة ملابس، بتصلح تكون كوفية، ممكن تعملي بيها لكليك، ممكن تعملي بيها حاجات ياما. وطبعا هي من الغرز المفرودة وإلا ما كناش هنستخدمها كبلسيه. خلصت الصف وارتفعت سلسلة، برضو هحود هروح وأكمل زي ما أنا رايحة كده، أفضل كده بالطريقة دي رايحة جاية رايحة جاية، وهو ده اللي بيكون لي في النهاية الشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا نستكمل على الكبيرة، هي هي نفس التفاصيل. ادي قطعة كبيرة، ارتفع سلسلة، بدخل فين؟ هنا طبعا بدخل واعمل منزلقة هنا طرف السلسلة الخارجي مش اللي ناحيتي. طيب انا لو شد ايدي الدنيا معايا هتكون مشدودة، لو رخيت ايدي برضو الموضوع هيكون معايا مرخي، فهيكون مش قريب قوي من الاستيك. يبقى اسيب كل حاجة على راحتها افضل، يهيأ لينا كده ان الصف بتاعنا خلص. لا شايفين هنا في غرزة اهي، شايفينها؟ دي اخر واحدة في الصف. لو ما اخدتهاش هيبقى عندك فيه نقص في الصف، واحيانا بيكون عندنا مشكلة ان الجزء ده بدأ يضم زيادة، ده بسبب ان انت دايما بتنسي الجزء ده. واي ما تخلصي الصف ترتفعي سلسلة وتلفي نفسك وتشتغلي. ده كان ببساطة الزجزاج او البلاسيه بتاع الشغل بتاعنا، لكن الشكل في النهاية بيكون كده، اعمدة كده بارزة تمام اهو، والوش بيبقى زي الظهر والعرض شايفين بيبقى عامل ازاي. وطبعا انا مش مكترة لان هي بس مجرد اسورة كده هتتحط هنا، وهو ده المطلوب. تعالوا نشتغل هنا شوية. زي ما انتم شايفين الغرز بتكون ضيقة اهي،
ببتدي ان انا بالابرة بتاعتي كده بالبوز بطلعها شوية لفوق بحيث ان هي تعمل لي زي فراغ اقدر ادخل فيه الابرة بتاعتي زي ما انتو شايفين. ببتدي بس ان انا يعني ايه افتحها شوية كده وايه وبدخل وبعمل منزلقة وبفضل كده يعني لحد ما بخلص كل الاسورة اللي هي موجودة دي. وطبعا لازم تلف المعسة ما تكونش ضيقة وما تكونش واسعة قوي عشان ما يكونش شكله مرخي ومش حلو، لكن بتكون على قد اسورة الايد تحديدا، مش بتكون طبعا مشدودة قوي لانك شدتيها قوي دي الاضلاع دي هتكون مفتوحة، ولو فتحتيها بزيادة هيكون فيه فراغات كده وده مش مقبول. فمن الافضل ان انت تعمليها على قد المعسة بتاع اليد. طبعا يهيأ لينا ان الصف كده خلص، ولكن لسه فيه غرزة مدفونة ورا خالص اهي، شايفين بتبقى فين اهي، شايفينها دي. طبعا هحاول اخدها باي شكل كان، انا بحاول كده ببوز الابرة ان انا اطلعها لفوق شوية اهي، وبعدين بدخل فيها ابرتي. طبعا لان انا مش شادة الغرز هي فعليا مشدودة معايا، لكن هي فعليا مبكونش كده شايفين. وارتفع سلسلة وابتدي برضو صف جديد بنفس الاسلوب وبنفس الطريقة بالشكل ده، كل مرة بفتح كده الغرزة شوية عشان اقدر ادخل فيها الابرة بتاعتي. ولكن انتي لو مش شادة ايدك برضو مش هتطلع شكلها بايخ ولا حاجة، هتطلع شكلها احلى، ولكن انا شديت ايدي في البداية طبعا قصدة شوية، والخيط شوية يعني ايه مش ناعم قوي ومش خشن جدا، ولكن في المنتصف كده فمديني تأثير متماسك شوية أكتر من خيوط الصوف مثلا. طبعا خلاص عملت البليسيه طوله 19 سنتي، وطبعا ده بيتحدد تبعا للجزء ده عند أي شخص. اوكي اهو 19 سنتي، لازم طبعا دي تكون قد دي بالظبط. هستخدم معاكم إبرة رقم 4 وهبتدي اشتغل. اول حاجة طبعا انا ما قطعتش الخيط، هدخل هنا شايفين، وطبعا عشان ما افتحش الغرز هدخل كده بإبرة تانية وهروح ما بين كل عمود والتاني كده ادخل واسحب غرزة. وحسيت ان الغرز ضيقة لان طبعا شغلها بإبرة صغيرة قوي وفي فرق دلوقتي، فايه هروح اسحب بإبرة تانية. طبعا كل غرزة بسحب واخلي معايا على الإبرة تمام ما بين كل عمود والتاني، يعني العمود هو العمود هو في فراغ هنا كده انا بدخل فيه اخد الغرز اللي انتوا شايفينها دي. طبعا لازم الطرف الجانبي ده على اساس ان البليسيه ما يكونش فيه حافة مش بارزة كده زي كده، شايفين الحافة دي مش هينفع. خلاص كده اخدت كل حاجة على الابرة. دلوقتي بقى بعد المرحلة دي كده والاساور والحركات دي تقدري تشتغلي اي غرزة تنسي تيجي على بالك، غرزة عدلة، غرزة كلية، غرزة صدفة، ايا يكن الغرزة اللي انت عايزاها اشتغليها حتى لو مفرغة مش هتفرق كتير. ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. شايفين دلوقتي بقى هشتغل غرزة كلية زي ما انتم شايفين شكلها بيبقى حلو قوي في الحاجات دي، وبعدين هتكون مميزة كده لما يجي تقفل. فيلا بينا. اول حاجة بقى هعملها انه هدخل في الغرز او المربعات الفاضية اللي انتوا شايفينها دي، طبعا اللي هي على الابرة هنا دي مش هدخل فيها، اللي هو اول مربع فاضي انتوا شايفينه اهو هدخل في اللي بعده. معناها ايه؟ معناها ان اخر مربع في الصف ده هيجي انا لازم ادخل فيه. غرزة سهلة جدا على فكرة، ما فيهاش اي مجهود ولا اي تعب. فرق ما بينها وبين غرز تانية حاجات برضو بسيطة، وساعتها بيتغير اسم الغرزة، زي لو كملنا بالطريقة دي وارتفعنا سلسلة فوق كل سلسلة بنسحبها كده هتبقى غرزة دروب ستيتش او غرزة اسقاط. فلازم تكونوا عارفين تفاصيل صغيرة ما بين الفروق الخاصة بالغرز
على أساسها هتتقنوا الكروشيه التونسي يعني بشكل أكتر من احترافي كمان. شايفين كل مربع بدخل فيه بالطريقة دي وبسحب. طبعا أنا ما دخلتش في المربع اللي هو الأول من هنا، تمام؟ يبقى لازم أروح أدخل في المربع الأخير ده. شفتوه؟ هو مش بارز قوي بس لازم تدخلي فيه، وبعدين تروحي تاخدي الاتنين طرف سلسلة، وده مهم المرة دي ان انتي تاخدي الاتنين طرف سلسلة على اساس انه بعدين هنقفل الجوانتي ده. طبعا احنا كنا نقدر نشتغله باسلوب دائري، ولكن حبيت ابسط عشان المبتدئين. فكده البكرة هتقضي معانا كمان وزيادة، بدل ما نقعد نقسم البكرة عشان نشتغل بالاسلوب الدائري او نشتري بكرتين، فكده برضو اوفر. ارتفعت سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. اول الصف لما بدأت انا ما اخدتش الغرزة اللي تحت، المرة دي بقى لازم اخدها. زي ما انتوا شايفين بارزة اهي، واضحة ان هي لازم ادخل فيها. الموضوع بيبقى بالتبادل، يعني لو دخلت في دي كده دلوقتي اوكي، يبقى اخر حاجة في الصف انا مش هدخل فيها. طبعا بدخل في كل مربع فاضي، وده من اسم الغرزة كلية، يعني بتكمل كل غرزة جنبها، فبتديني المنظر الرائع اللي انتوا شايفينه ده، ولسه يا دوب ما اكتملش كمان. جوانتي سهل جدا، بسيط قوي، عبارة عن قطعة قماش هتجمعيها بعدين تطلع معاكي النتيجة خرافية. شايفين اول الصف اخدنا الغرزة، هنا مش هناخدها لان هي بصوا هي مليانة، فمش هينفع ان احنا ناخدها. لو اخدناها بالخطأ هيحصل معايا تزايد، وهو ان القماشة هتطلع مني لبره كده كنتيجة طبعا للتزايد. سحبت الغرزتين، ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين لوب او اتنين سلسلة مع بعض. طبعا المرة اللي فاتت اخدت السلسلة فتلاقوها هنا مليانة، يبقى على طول هنروح للبعدها. شايفين الفرق اكيد، الموضوع كله بيحصل بالتبادل، مرة باخدها ومرة بسيبها، ونفس النظام هنا. وهي بتبان شكلا، يعني مش مضطرة احفظ كل مرة انا عملت ايه في الصف اللي قبله. لو لسه اول مرة تسمعوا عن الغرزة دي فهتلاقوا التوتوريال بتاعها في صندوق الوصف. شايفين هنا فرغة اهي ومحتاجة تتملي. اخر الصف مش هينفع اخد سلسلة واحدة كده، هاخد الاتنين اهو. تمام، طبعا هما بيكونوا بارزين وموجودين في الجانب عادي. اسحب، ارتفع سلسلة، وكل اتنين مع بعض. ترى زي ما انتوا شايفين خلصتها. عملت كام؟ عملت 13 صف، وده الصف ال14. وطبعا مش عشوائي، لا، بحط كده الاسورة على قدية وابتدي اشوف هو كده هيكون كويس او لا. طبعا كده خلاص هقطع الخيط. زي ما عملنا في الغرزة العدلة بالشكل ده كده لحد ما اخلص لتحت خالص، ولكن اعمل حساب الصوابع او الصباعي لما يجي يطلع. فطبعا شايفين اهو، هعمل بقى حساب ان صباعي يطلع منها، فهقفل مثلا لحد هنا كده، ومن هنا لهنا هسيبه طبعا حر، وبعدين اقفل تاني. ترى زي ما انتوا شايفين خلص، وطبعا لذيذ قوي وشيك كده وبسيط. وطبعا لسه هنظبط دي مع بعض، ولكن الاساور والاسلوب بتاعها تحفة بجد. زي ما انتوا شايفين الغرزة كمان مميزة. يلا بينا بقى نقفله. اول حاجة هدخل في الغرزة كأني اعملها، ودي فاضية فلازم ادخل فيها. اتنين على الابرة، بطلع من واحدة، وكده انا بشتغل بطريقة الغرزة وبعمل منزلقة في نفس اللحظة. كده بتكون الغرزة اتقفلت وشكلها كويس ومقفولة على التكة من هنا، ولكن انا مش حابة كده. تمام،
ده لو انت عايزه تقفلي الغرزه بالاسلوب ده اتس اوكي، ولكن بصراحه هي انا مش عايزه الضفيره دي تكون باينه، وعايزاها تكون بسيطه قدر الامكان. فهقفل الاول وهرجع اعمل الحركه اللي انا هوريها لكم بعد شويه. اول حاجه ابره التنظيف، طبعا هاخد بطريقة تخلي الغرز شوية مخفية، بمعنى اهو هدخل كده في الغرزة، غرزة السلسلة كده من الجانب اهي، واطلع من الغرزة اللي جنبها. برضو على الجانب ده، شايفين الغرزة فين؟ من دي كده اطلع للتانية. كل مرة نفس النظام، باخد غرزة واطلع من الغرزة اللي بعدها، تمام، واسحب الغرزة، غرزة بعدها اهو، واسحب. طبعا الحركة دي قفلنا بيها ايس كبات كتيرة جدا عندنا على القناة، وفعليا هي بتكون عملية وبتخلي الايس كاب حتى كده هو مقفول بالطريقة دي يتحمل جدا. طبعا لو اول قطعة جوانتي هقيسها كده، تمام، وبما ان هنا الاساور بالنسبة لي، وارجع اشوف انا هقفل منين. يعني انا لسه مثلا ناقص لي شوية هنا، ولكن طالما عملنا القطعة الاولى فلازم نلجأ للمقاسات. 4 سنتي تقفيل، تمام، فاضل لنا كمان غرزة. دلوقتي هربط بعدين. خلاص انا رحت هنا، فقبل ما اعمل اي حاجة هسيبها كده على راحتها وارجع اربط تاني بالشكل ده. وخدوا حذركم ان انتوا تشدوا، تمام، هعمل عقدة خلاص. وبعدين بقى ابتدي اقفل. طبعا دي كلها زوايد الخيوط، هنعمل لها تنظيف بعد ما نخلص. هنجمع بقى الاساور الجانب التاني، غرزة قديمة واطلع لغرزة جديدة. كل حاجة رجعت تتوازى مع اللي جنبها، بس انا طماعة زي ما متعرفين، فهعمل كالاتي. شايفين الخط ده؟ احنا مش عايزينه في الجوانتي بتاعنا، فهنعمل حركة لئيمة شوية. تعرفين التركة دي هي اكتر حاجة بتبين التقفيل اكتر من انه يكون احلى من مصنع كمان. شايفين هدخل في الغرزة كده كده كده، انا بجمع الغرزة العدلة تاني كأنها ما اتفتحتش، كأن انا عاملة الاسورة دي كلها قطعة واحدة. مشدش عشان الغرز اللي جنبها ما تفتحش، لكن احنا بس بنضمها كده بشكل بسيط وخفيف جدا، بحيث بس ان هي توحي للعين ان هي قطعة واحدة. طبعا لو حسيتوا ان في مثلا الجزء ده مفتوح الطريقة دي، انا عارفة ان هو ملوش علاقة بالتقفيل، بس ممكن تجمعوه بنفس الاسلوب. يعني طبعا ده ابسط انواع الجوانتي التونسي، شكله شيك وانيق جدا، بيليق مع حاجات كتيرة، وبسيط ان انت تعمليه ليكي لجوزك لاطفالك، سهل جدا في شغله، هيكون مميز للمبتدئين، هتقدروا تعملوا حاجة حلوة متقنة زي دي، وفي الوقت نفسه كمان سهلة جدا. هي عبارة عن قطعة قماشة مفتوحة واحنا بنضمها زي ما انتوا شايفين، ولو فتحت منك انت شايفة الطريقة اهو، انا بضمها بالاسلوب ده وهتطلع ملهاش حل. دلوقتي بصي شايفين هي كانت مفتوحة كده، طبعا دي ملهاش علاقة بالتقفيل ولا حاجة، ولكن هي كانت مفتوحة، بدل ما ارمي الخيط على الفاضي اهو ضمتها.
هتبان طبعا احترافية قوي، شكلها كويس، ومستحيل حد يصدق ان انتم مبتدئين اساسا بعد العمايل بتاع الحاجات دي. ام البط، مستحيل حد يصدق ان انتم مبتدئين، لانهم بتطلعوا حاجات يعني مختلفة جدا، فمين هيقتنع اساسا فكرة مبتدئ او لا. شيلت اخر حاجة واروح اتوه الخيط من جوه كده، اتأكد انه من بره مش باين. طبعا في هنا حتة باينة اهي، انا دخلت غلط، شايفين اهو. اسحب واشد، طبعا ما شدش قوي لان ده البلاسيف الحقيقة اللي هو زي اسورة كده بتاعت كم، فمش هينفع ان انا اشدها او ان انا بوظها في الشغل بتاعي. زي ما انتم شايفين القطعة بتاعتي شكلها كويس، متقفلة صح، فتحة مقبولة جدا، وكمان هي مش محتاجة تقفيل من الجوانب او من فوق. على فكرة الرول ده زي ما وريتكم في فيديوهات الشورتس ووريتكم كمان في حاجات جاهزة، هو مش حاجة وحشة، بالعكس هو جميل جدا. بالطريقة دي هيليق على الحاجات، الجواكت اللي انت ممكن تلبسيها، فهو مش سيء. ولكن هعمل لكم برضو الطريقة التانية بحيث ان انتوا تخفوا الرول الخاص بالغرزة. وطبعا اول حاجة ممكن تخفوا بيها الرول ده هو ان انتوا تعملوا بلسيه زي اللي بدأتوا بيه، يطلع كده من جوه على الاعمدة دي. اسحب، تمام. انا عملت الحركة دي طبعا من قبل، الحركة دي هتمنع لي انه القطعة دي تمط قوي، فهتدي له عمر اطول. يعني حتى لو مش محتاجها هعمليها، وهروح تاني. بصوا دي فتحت حاجة بسيطة، فهرجع تاني كده بس من الداخل. ترى زي ما انتم شايفين القطعة بتاعتي اهي، وهي بالرول ده شكلها حلو جدا، ولكن برضو هعالجه لكم. بصوا بقى اللي بقي من البكرة، فتقدروا بكرة ونص تعملوا اتنين جوانتي وهيكون حلو جدا، او بكرة واحدة وتعملكي والبنوتك او ليكي ولطفلك، يعني هيكون ده هيقضي طبعا وزيادة. وكده بكرة واحدة تكوني عملتي اتنين جوانتي. لو هتعملي الحاجات دي كمبيع هيكون طبعا مربح جدا، لانه مش بياخد خيط كتير، وفي الوقت نفسه شكله فاشن قوي. وبس تعالوا بقى نعالج الرول ده، ودي هتكون اخر حاجة واخر مرحلة معانا. طبعا بس عشان اهون على نفسي بيها مش اكتر، هدخل ارتفع سلسلة، وبرتفع سلسلة لما بدخل بالطريقة دي على اساس ان انا اعمل عقدة، متكونش الفتن معايا تطلع كده، فاهميني؟ فادخل ارتفع سلسلة و كأني هعمل الغرزة بتاعتي، شايفين، واعمل منزلقة بالشكل ده. شايفين بقى لما بتكون الجوانتي مقفل بتبقى المنزلقة لفوق مش لجوه زي ما شفتوها قبل التقفيل. دي طريقة، وطبعا انا قلت لكم ان انا مش حباها، فعندي طريقة تانية انه اقفل بس اخلي ايدي لجوه، بمعنى انه على الظهر وانا شغالة كده اقفل المنزلقة بتاعتي، فمن برة مش هتبان. هتبان ايه بقى؟ هتبان كأنها خط صغير بالشكل ده، شايفين كأنها متخيطة كده، مش باين فيها اي منزلقة ولا اي غرز، هي بس مفرودة ولكن من الداخل. بالطريقة دي انا قفلت الغرز، دعمتها، وزي ما قلت لكم الرول مش حاجة وحشة، الرول مميز، وكتير جدا من الشركات بتعمله بس لمجرد انها تعمل بلوفر فاشون او كوفية فاشون بس بالشكل الرول ده. طبعا ما تضميش ايدك في المرحلة دي على اساس انه الفتحة بتاع جوانتي ما تضيقش فجأة، خلي الغرزة على راحتها واعملي المنزلقة بتاعتك. ونقص الخيط بالشكل ده. طبعا دي بما انها كانت من بره هاخدها كده واسحبها على جوه.
ترى زي ما انتم شايفين الرول اختفى وفلقت نفسه، مش باين اي منزلقة. المنزلقة بتاعتي من الداخل شكلها حتى برضو مش هيكون باين، هتكون خط كده داخل كأنه ظهر الغرزة. نوعية الجوانتي دي تقدري تضيفي عليها فرو، تقدري تسيبيها زي ما هي، تقدري تحطي هنا اي استرسات خرز او اي حاجة. كمان بتوفر في الخيط فهتكون مميزة قوي. تسيبيها برول او تعمليها من غير رول، زي ما انت شايفة طريقة بسيطة جدا وسهلة. وزي ما انتوا شايفين كده الجوانتي بتاعنا يكون خلص، تعمليه برول او من غيره، موفر جدا في الخيط وسهل وبسيط للمبتدئين. لو لسه اول مره تشرفونا، انا كريستال بعلمكم هنا كروشيه تونسي، مكرميه، تريكو وحتى الكروشيه العادي. تابعوني على الفيسبوك والانستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعه. مع السلامه، باي.